بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل على الكلام اللي بدأناه المرة اللي فاتت، وازاي لو عندي combined stresses من normal وشير مع بعض، ازاي بنجهز الاليمنت ان احنا نجيب قيمة الماكسيمم normal stress او الماكسيمم شير stress اللي هنقارنها بعد كده بالسيجما الاوبل او التاو الاوبل. اللي كنا قلناه المرة اللي فاتت ان انا زي ما اتفقنا لو عندي element في ال 3D فبيبقى عندي 3 normal stresses و 3 shear stresses، واتفقنا ان احنا كل شغلنا هيبقى على البلان ستريس، فبشتغل بس على قيمة واحدة للنورمال ستريس، قيمتين للنورمال ستريس سيجما اكس وسيجما واي، وقيمة واحدة بس للشير ستريس اللي هي التاو اكس واي. فبيبقى مطلوب مني ان انا احضر الاليمنت او يعني اجهز الاليمنت اللي هشتغل عليه، اشوف ايه الستريس كومبوننتس اللي موجودة عليه، والكلام ده وضحناه المرة اللي فاتت، وقلنا زي الشكل اللي قدامنا ده ازاي اقدر اجيب النورمال ستريسز اللي موجودة على مثلا الاليمنت A او B او C او D. النورمال ستريسز بجمعها، الشير ستريسز بجمعها، وابتدي بعد كده اشوف هتعامل معاها ازاي. يبقى انا دلوقتي الاليمنت جاهز عندي عليه قيمة السيجما X، قيمة السيجما Y، قيمة التاو إكس واي. حسبنا الكلام ده منين؟ من الستريس كومبوننتس زي ما احنا متعودين نحسبها مع بعض من اول شابتر 1 لغاية ما وصلنا لشابتر 6. بعد كده هيبقى مطلوب مني احسب الماكسيمم ستريس والمينيمم ستريس، دي بنسميها البرنسيبال ستريسز. طبعا يعني مش هندخل في الموضوع بتفاصيله، احنا بعد ما جهزنا الاليمنت عليه النورمال وعليه الشير بيبقى في طريقتين للحل، طريقة الاناليتيكال اللي هي عن طريق المعادلات زي ما هنشوف مع بعض، والطريقة الجرافيكال عن طريق دايرة مور، ولكن مش هطول عليكم لان الترم ده له ظروف خاصة، ف يعني مش هنتعرض للحل عن طريق الرسم بدايرة مور، وهنكتفي فقط بالحل الاناليتيكال لان ده طبعا هتحتاجوه في كورس الديزاين ان شاء الله بعد كده. طيب انا دلوقتي جهزت الاليمنت، عندي القيمة اللي موجودة على الاليمنت هي قيمة السيجما اكس وقيمة السيجما واي، وعندي قيمة التاو اكس واي. بيبقى طالب مني اربع حاجات، الحاجة الاولى قيمة الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريسز، الحاجة التانية الدايركشن بتاعت الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريسز، الحاجة التالتة بيطلب مني الماكسيمم شير ستريس، الحاجة الرابعة الدايركشن بتاع الماكسيمم شير ستريس. يعني الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس قيمتهم كام وبيحصلوا عند زوايا ميل كام، الماكسيمم شير ستريس قيمته كام وبيحصل عند زوايا ميل كام. انا اللي يهمني في الموضوع قيمة الماكسيمم ستريسز سواء كانت نورمال او شير، لان هي دي القيمة اللي المفروض احسبها عن طريق الستريس كومبوننتس سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي، هي دي القيمة اللي انا بقارنها بالسيجما الاوبل او التاو الاوبل. يعني ما ينفعش اخد قيمة السيجما اكس او اخد قيمة السيجما واي وقارنها وقارنها بالسيجما الاوبل، او مثلا التاو اكس واي وقارنها بالتاو الاوبل. امتى كنا هناخد السيجما اكس او السيجما واي او التاو اكس واي وقارنها بالسيجما الاوبل او التاو الاوبل؟ في الكيسز الاولانية خالص اللي خدناها انها مثلا عندي عمود عليه شد بس، فالكيس عندي ان العمود كان عليه شد بس، فاقدر اخد السيجما اكس لان هي دي الكومبوننت اوف ستريس الوحيدة اللي موجودة عندي على الاليمنت، فهي دي اللي هاخدها وقارنها بالسيجما الاوبل. لما ظهر عندي سيجما واي او ظهر عندي تاو اكس واي، فبقى ما ينفعش ان انا اخد القيمه دي لوحدها كستريس كومبوننت وقارنها بالسيجما الاوبل. ليه؟ لان الكومبوننت في الحاله دي وقع تحت تاثير الثري كومبوننتس السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي. ففي عندي ايكويشن بتحل لي الموضوع ده، ازاي اجيب البرنسيبال ستريسز الماكسيمم والمينيمم principal stresses sigma maximum و sigma minimum، هي عبارة عن قيمة السيجما X اللي انت جهزتها على الاليمنت قبل كده زائد السيجما Y سواء كان لها قيمة او صفر على 2 زائد او ناقص، لو انت بتجيب الماكسيمم تبقى زائد، لو انت بتجيب المينيمم تبقى ناقص، زائد او ناقص الجذر التربيعي لسيجما X ناقص سيجما Y على 2 الكل تربيع زائد تاو XY تربيع. يبقى قيمة السيجما maximum سيجما X زائد سيجما Y على 2 زائد الجذر التربيعي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو اكس واي تربيع، ولو مينيمم هتبقى الاشاره بدل ما هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، بدل زائد تبقى ناقص. كده لو انا عندي الكومبوننتس موجوده اقدر احسب قيمه السيجما ماكسيمم
او السيجما مينيمم. طبعا القيمه دي هي اللي هاخدها اقرنها مثلا بالسيجما الاوبل واشوف الديزاين بتاعي هو سيف ولا انسيف، النقطه دي هتتحمل ولا لا، السطح ده هيتحمل الاجهادات الواقع عليك كومبايند ستريسز ولا لا. طيب فين الاسطح اللي بيحصل عليها الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريسز؟ عشان اجيبها المفروض ان انا بطبق على طول في المعادله دي، طبعا انتم مش عليكم استنتاج القوانين. تان ضعف زاوية البرنسبل بتساوي 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي. طبعا القانون بيديني ضعف الزاوية المفروض انك تقسمها على 2، فانت كده طلعت قيمة الثيتا برنسبل. عشان تجيب الانجل التانية، المفروض ان انت بتجمع عليها 90 درجة. خلاص يبقى انا عندي كده الاليمنت، المفروض الاليمنت اللي مايل بالزاويه ثيتا بي هو اللي هيبقى عليه قيمه السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم. يبقى انا دلوقتي عرفت زاويه الميل اللي هيحصل عليها الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريسز. يبقى عرفنا قيمه الماكسيمم نورمال ستريس، قيمه المينيمم نورمال ستريس، وكمان عرفنا ده هيحصل عند اي زاويه ميل. يبقى مطلوب منك تكون عارف القانون بتاع السيجما ماكسيمم ومينيمم وتان زاويه البرنسبل ستريسز، الزاويه اللي بيحصل عندها البرنسبل ستريسز مايله بكام، وطبعا الزاويه اللي بيحصل عندها الـ زاويه ميل الماكسيمم هي الثيتا بي 1، وزاويه ميل المينيمم بيبقى الفرق بينها وبين الماكسيمم 90 درجه. خلاص يبقى الثيتا بي 1 هي زاويه ميل الماكسيمم على الاكس اكسس، الثيتا بي 2 هي زاويه ميل المينيمم على الاكس اكسس، وقلنا كده هيبقى الفرق بينهم 90. بس طبعا بعد ما تقسم الثيتا بي على 2 ثيتا بي على 2 عشان تطلع لك الثيتا بي. فاضل عندنا ايه؟ ازاي نعرف نجيب الماكسيمم شيرنج ستريس؟ الشيرنج ستريس بتحصل عند زاويه ايه؟ الشيرنج ستريس عباره عن التاو ماكسيمم هي الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو اكس واي، دي قيمه الماكسيمم شير ستريس. طب بتحصل عند زاويه ميل كام؟ بتحصل عند زاويه ميل هنقول القانون تان ضعف زاويه الماكسيمم شير بتساوي ناقص سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 تاو اكس واي. وبرده الفرق ما بين زاويه ميل الشير، هما طبعا زاويتين الماكسيمم والمينيمم، المفروض ان انا عندي الفرق بينهم 90 درجة. في هنا ملاحظة، طبعا الار دي هي يقصد بيها نص قطر دايرة مور، بس احنا ما تعرضنا لهاش، فيعني خلاص انت تبقى عارف بس ان التاو ماكسيمم بقدر اجيب قيمتها عن طريق القانون ده، وزاوية ميلها بجيبها بالقانون ده. هنلاحظ حاجة، ان انا عندي المستويات اللي حصل عليها الماكسيمم نورمال ستريس، المستويات اللي حصل عليها الماكسيمم نورمال ستريس كانت قيمه الشير عندها بزيرو، يعني المستوى اللي مايل بزاويه ثيتا بي اداني قيمه السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم وقيمه الشير عليه كانت بزيرو، ولكن مستويات الماكسيمم شير كان عليها قيمه للنورمال ستريس بنسميها السيجما افريج، قيمتها بتساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2. فانت عندك هنا بالنسبه للمستوى اللي حصل عليه الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس، ادي الاليمنت اللي مايل بزاويه ميل المستوى اللي حصل عليه ماكسيمم ومينيمم نورمال ستريس، هتلاحظ ان مفيش عندي شير، ولكن في المستوى اللي مايل بزاويه زاويه الشير هنا حط الماكسيمم شير زائد سيجما داش اللي هي سماها السيجما افريج بقيمه سيجما اكس زائد سيجما واي على 2. وطبعا لو لقيت الاليمنت، طبعا هنا الزاويه ماينس، فالاليمنت هيميل كلوك وايز، ولو الزاويه بوزيتيف الاليمنت بيميل كاونتر كلوك وايز. المسائل اللي من النوع ده بتجيلي بشكلين، يا اما يديلي الاليمنت جاهز عليه الستريس كومبوننتس، وطبعا المساله في الحاله دي بتبقى بسيطه جدا جدا، لانك مجرد بتعوض تعويض مباشر في القانونين اللي قلناهم من شويه، قانون السيجما ماكسيمم ومينيمم وقانون التاو ماكسيمم، مع زوايا ميل الماكسيمم والمينيمم نورمال وزوايا ميل الماكسيمم شير. زي الاليمنت اللي قدامنا ده عليه قيمه السيجما اكس
50 ميجا باسكال، وطبعا طالما شد تبقى بوزيتيف. السيجما واي 10 ميجا باسكال وشكلها كده نيجاتيف لانها ضغط، والتاو اكس واي قيمتها ب 40 ميجا باسكال. وطبعا عشان نحدد اذا كانت التاو اكس واي نيجاتيف ولا بوزيتيف، هتيجي على السطح الفيرتيكال ده، لو لقيت ان الـ الاسهم بتعمل تويستنج للاليمنت كاونتر كلوك وايز، يبقى ده القيمه التاو اكس واي بالقيمه البوزيتيف مش النيجاتيف. خلاص، يبقى انا عندي هنا الكيس الاولانيه ان هو هيديك اليمنت، والاليمنت ده هيبقى جاهز محطوط عليه قيمه الستريس كومبوننتس، انت مش محتاج تحسبها، وهيطلب منك مفيش غير الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، البرنسيبال بلانز يعني عايز قيمه زاويه ميل الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس، وعايز البرنسيبال ستريسز سيجما ماكسيمم وسيجما مينيمم والماكسيمم شيرنج ستريس اند كورسبوندينج نورمال ستريس. يبقى طالب الماكسيمم والمينيمم نورمال ستريس زوايا ميلهم، طالب الماكسيمم شير ممكن يطلب زاويه ميل الماكسيمم شير، وعند الماكسيمم شير قيمه النورمال بتساوي كام اللي سميناها السيجما افريج. على طول تقوم باصص على الاليمنت اللي هو مديهولك، تطلع منه قيمه السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي، وتعوض في القوانين بتاعتك وتحل المساله. بس تركز وانت بتحسب القيم، لان طبعا هتبقى غلطه ارقام مش اكتر. يعني السيجما اكس عندنا هنا ب 50 ميجا باسكال، السيجما واي ناقص 10 ميجا باسكال، والتاو اكس واي 40 ميجا باسكال. اول حاجه عشان يجيب الاورينتيشن فور برينسيبال ستريسز، تان ضعف الزاويه، عوض على طول 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي، طلعت طبعا طلع الاول ضعف الزاويه 53.1 ديجري، قسمها على 2 وجمع عليها ال 90 عشان يجيب زاويه ميل المينيمم. يبقى طلعت زاويه ميل الماكسيمم 26.6، وبالبوزيتيف يبقى هنميل الاليمنت كاونتر كلوك وايز، وجمع عليها ال 90 عشان يجيب زاويه ميل المينيمم على محور اكس. هيحسب قيمة السيجما ماكسيمم ومينيمم، عنده قيمة السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي، تعويض مباشر في القانون، مرة بالبوزيتيف عشان يطلع القيمة الماكسيمم، ومرة بالنيجاتيف عشان يطلع القيمة المينيمم، 70 ميجا باسكال سيجما ماكسيمم وناقص 30 ميجا باسكال سيجما مينيمم. طبعا القيم دي لو هو عاوز يعرف الاليمنت ده سيف ولا انسيف، المفروض ياخدها يقارنها بقيم السيجما الاوبل للماتيريال المعمول منها الديزاين، وبكده يقدر يعرف اذا كان الاليمنت اللي عنده او النقطه او السطح سيف ولا انسيف. المطلوب الثاني كان التاو ماكسيمم، برضو عوض مباشره في القانون، الجذر التربيعي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو اكس واي تربيع، طلع قيمه السيجما ماكسيمم وطلع زاويه ميل الشير على الاكس اكسس، طلعت بالنيجاتيف، يبقى احنا هنميل هنا الاليمنت كلوك وايز بناقص 18.4 ديجريز، وجاب على الاليمنت حدد على طول قيمه السيجما ماكسيمم اللي حسبها من القانون 50 ميجا باسكال. كان طالب على المستوى اللي مايل بزاويه ميل اكبر اجهاد عمودي، زاويه ميل التاو ماكسيمم او الماكسيمم شيرنج ستريس، قيمه النورمال على المستوى اللي مايل بالزاويه دي كام؟ قلنا قيمه النورمال هيبقى السيجما افريج سيجما اكس زائد سيجما واي على 2، طلعت ب 20 ميجا باسكال، هتيجي على نفس الاليمنت اللي مايل بزاويه الميل اللي ادتني التاو ماكسيمم دي، هنحط قيمه النورمال بكام؟ ب 20 ميجا باسكال. ده النوع الاول من المسائل اللي هو بيبقى اليمنت جاهز، مجرد ان انت مش هتحسب خالص قيمه الستريس كومبوننتس، ولا هتحسب السيجما اكس ولا السيجما واي ولا التاو اكس واي، هي معطاه جاهزه على الاليمنت، مجرد ان احنا بنعوض تعويض مباشر في القوانين بتاعه السيجما ماكسيمم ومينيمم والثيتا بي والتاو ماكسيمم والثيتا شير، زائد اذا كان طالب الافريج او النورمال على مستويات ميل اقصى اجهاد قص. النوع الثاني من المسائل ان يديلك حاجه بالشكل ده، عندي هنا بار زي اللي انت شايفه ده ال A B D، وحط لك قوه او مجموعه من القوه زي الشافت اللي بدانا بيه حل المسائل بتاعتنا بتاعه الكومباين دي، مهما كان بقى عدد او شكل الفورسز اللي موجوده،
وان شاء الله هينزل مسائل في الشابتر ده في السكشن باذن الله، هتعودكم كويس جدا ازاي تحلوا المسائل اللي من النوع ده. طبعا بمجرد ما بتحدد الستريس كومبوننتس على الاليمنتس خلاص تقدر بعد كده تعوض في القوانين تعويض مباشر. لو الاليمنت جاهز عندك مفيش اي مشكله، هتعوض مباشره في القوانين. الاليمنت مش جاهز زي مساله بالشكل ده او المسائل اللي هتشوفوها في السكشن ان شاء الله، هيبقى مطلوب منك انك تركز بس تطلع لي الاليمنت بالستريس كومبوننتس اللي عليه. نشوف كده المساله. A single horizontal force B of 150 ميجا باسكال 150 باوند magnitude is applied to end D of lever ABD. اهو القوة عندي هنا مقسطرة في نهاية الليفر ABD. عاوز يحسب النورمال and shearing stresses on an element at point H having sides parallel to the XY axis، وعايز يحسب البرنسبل بلانز and principal stresses at the point H. يبقى البوينت H دي هي اللي لازم تركز عليها. البوينت H هتاخدها تطلعها بره كإليمنت وتحاول تحسب الستريس كومبوننتس اللي وقع على البوينت H تحت تأثير الفورس B اللي قدامك دي. يا ترى الفورس B دي، اولا انت لازم تحصر تفكيرك في كل انواع الستريسز اللي انت خدتها. احنا ما خدناش غير الاكسيال نورمال ستريس اللي هو F على A، التورشن T في الـ R على J، السيجما بندنج M في Y على I، الترانسفيرس شير اللي هي V في Q على I في T، أو زي ما قلنا الماكسيمم حسب شكل الكروس سيكشن. يا ترى البي دي تعمل أي نوع من أنواع الإجهادات اللي احنا قلناها دلوقتي دي على نقطة H وهي في مكانها كده؟ طبعا أنا مش هتعامل معها وهي في مكانها، المفروض أن أنا أنقلها. القوة دي أولا تعمل إيه في مكانها كده؟ أنت هتلاحظ أن هي ممكن تعمل إيه، تعمل تويستنج للليفر ده. فالمفروض ان كل الليفر اللي هو الاي بي ده كله يحصل له تويستنج، فنقطه اتش او اي نقطه تانية على الليفر ده كله الاي بي كلها وانت مغمض كده يحصل لها ايه؟ تورشن. تورشن بقيمه التي في الار على الجي. يبقى ده اول حاجه، حط الاليمنت قدامك وابتدي شوف ايه الستريس كومبوننتس اللي موجود عليه. هل عليه سيجما اكس وبكام؟ هل عليه سيجما واي وبكام؟ هل عليه تاو اكس واي وبكام؟ يبقى اول حاجه ظاهره قدامي مش محتاجه منك تفكير خالص ان اكيد البي دي هتعمل تورشن على الليفر كله اي بي على بعضه، وبالتالي اقدر احسب قيمه التي في الار على الجي على طول على نقطه اتش او على الاليمنت اتش. طيب ايه تاني؟ انا القوة دي لو نقلتها هنا المفروض ان هي تعمل ايه؟ اكيد هتعمل بندنج للليفر ده. يا ترى هتزقه ازاي؟ هتزقه لورا ولا لقدام؟ هتزقه لورا. يبقى المفروض نقطة اتش دي مشدودة ولا مضغوطة؟ اكيد نقطة اتش هتتشد، والنقطة اللي ورا يعني السطح ده كله، انا لما اجي انقل دي كده في مكانها في المكان ده هنا، المفروض ان ده كل ده هيتزق لورا، فكل السطح ده مشدود وكل السطح المقابل ليه ايه؟ مضغوط. فوانت مغمض كده المفروض ان انت عندك بندنج ستريس نتيجه المومنت اللي هو ناتج عن نقل القوه. انا نقلت القوه هنا، فهيبقى في مومنت عباره عن قيمه الفورس مضروبه في الذراع ده. ده قيمه المومنت ام في الواي على الاي على طول تطلع قيمه البندنج ستريس عند نقطه اتش واي نقطه ثانيه على الليفر اللي عندك. طبعا نقطة اتش هتبقى مشدودة، لو في نقطة قصادها هتبقى مضغوطة، والنقط اللي على الاكسس ده مش هيبقى عليها بندنج ستريس. طيب هل عندي اكسيال نورمال؟ لا ما عنديش اكسيال نورمال، مفيش حاجة جت شدت لي العمود من فوق كده، يبقى ما عنديش اكسيال نورمال. طب ايه اللي فاضل؟ الرابعة عندنا اللي هي ايه؟ الترانسفيرس شير. هل القوة دي تنقل لي ترانسفيرس شير؟ والله انا لما نقلتها هنا كده ده اتجاهها، يبقى فين الاكسس العمودي عليها؟ الاكسس العمودي عليها اللي هو كان بالشكل ده، اللي هو العمودي على لو اعتبرنا ان نقطه اتش فيه مثلا نقطه مقابله ليها، لا ده الجزء ده العمودي على الاتش والنقطه المقابله ليها هو العمودي على اتجاه تاثير القوه، واحنا قلنا العمودي هو اللي بيبقى عليه الماكسيمم ترانسفيرس شير، ويقل كل ما نبعد عنه لغايه ما اوصل لنقطه اتش او اوصل للنقطة الايه المقابلة ليها. فهنا نقطة اتش هيبقى عليها زيرو ترانسفيرس شير، النقطة المقابلة ليها عليها زيرو ترانسفيرس شير. انما لو كان بيسألني على نقطة هنا
او نقطه مقابله هنا في الحته دي، يبقى كان هيبقى عليها الماكسيمم ترانسفيرس شير، وتتعامل مع الماكسيمم على طول على السيركولار كروس سيكشن، لانه قال لي هنا 1.2 انش. يبقى كده اتفقنا ان الاليمنت اتش ده هيبقى عليه، منقول عليه ايه؟ منقول عليه تورشن، ومنقول عليه بندنج ستريس، مفيش اكسيال، مفيش ترانسفيرس شير. فالاليمنت عندك هيظهر بالشكل ده اهو، ادي الاليمنت. الاليمنت هيبقى عليه سيجما اكس سيجما واي تاو اكس واي. ايه الحاجات اللي موجوده عندي؟ عندي سيجما اكس ولا عندي سيجما واي؟ ايه اللي بصفر؟ نشوف مع بعض. زي ما قلنا هنا السيجما اكس اعتبرها بزيرو. طبعا الاول البيئه هي 150، التورك لو رجعنا معلش، التورك هنا التورك هيبقى عباره عن البي في المسافه دي، والمومنت هيبقى عباره عن البي في المسافه اللي هي ال10 انش. يبقى حسب الاول المومنت اللي هيديني البندنج ستريس، وحسب التورك اللي هيديني التورشن. وابتدى يحسب، ادي الاليمنت اهو، حط عليه الكومبوننتس سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي. ابتدى يحسب السيجما واي عباره عن، طبعا ادي الاليمنت اتش، قلنا الاليمنت المقابل ليه ده هيبقى عليه، لو اعتبرنا ان ده السطح اللي هيحصل عليه تنشن كله من المومنت، يبقى الاتش هيبقى عليها سيجما بندنج تنسايل. لو بتكلم عن النقطه المقابله ليها هنا، لو طلب مني مثلا الستريسز على الاليمنت المقابل للاتش، هيبقى عليها سيجما بندنج كومبريشن، طبعا حسب اتجاه القوه اللي عندك. كل السطح ده هيبقى عليه تورشن، حسب التورشن اهو التاو اكس واي تي في السي على الجي. وطبعا ما عنديش هنا سيجما اكس، ليه حسب عندي سيجما واي وما عنديش سيجما اكس؟ لان البندنج عندي كل الاسطح اللي حصل لها ديفورميشن ايه؟ السطح ده والسطح ده. طب السطح ده والسطح ده هل موازي للاكس ولا موازي للواي؟ موازي للواي. فعندي هنا السيجما واي هي اللي لها قيمه، والسيجما اكس هي اللي بكام؟ بزيرو. يبقى ادي السيجما اكس قيمتها اهي ام في الواي او ام في السي، طبعا عشان بجيب الماكسيمم عند النص القطر على الاي، والتاو اكس واي تي في السي على الجي. السيجما اكس بزيرو، التاو اكس واي بالقيمه اللي قدامك دي، السيجما واي بالقيمه دي، والتاو اكس واي بالقيمه اللي قدامك دي. كده خلاص انا جهزت الاليمنت، يبقى مباشره هعوض في القوانين عشان اجيب قيمه السيجما ماكسيمم والسيجما مينيمم. اقدر اجيب زاويه ميل البرنسبل، زاوية ميل البرنسبل طلعت بناقص 61، يبقى الاليمنت هيميل كلوك وايز. طبعا دي ضعف الزاوية قسمها على 2 اللي هي ناقص 30.5، فميل الاليمنت بزاوية كلوك وايز، وحط هنا قيمة السيجما مينيمم وقيمة السيجما ماكسيمم اللي حسبهم مباشرة من التعويض في القانون. ادي قيمة السيجما ماكسيمم وادي قيمة السيجما مينيمم. طبعا لو كان طالب الماكسيمم شير برضو كنا هنعوض في القانون اللي بنحسب منه الماكسيمم شير، اللي هو بيبقى الجزء ده بس، التاو ماكسيمم الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 لكل تربيع زائد تاو اكس واي، ونقدر كمان نجيب زاويه ميل اكبر اجهاد قصر. كده يبقى احنا خلصنا الجزء المطلوب مننا في الكومبايند. طبعا كان في طريقه تانية للحل، هي عن طريق الجرافيكال ميثود او الرسم بدايره مور، ولكن طبعا يعني يكفي كده الترم ده ان شاء الله، وباذن الله الجزء ده هيتطبق عليه مسائل في السكشن. يا ريت نتابع السكشن، واللي عنده اي اسئله باذن الله هنبقى على تواصل مع بعض. شكرا.